احرق الحافله اللي هي مستعمله، ووافقوا عليها الناس اللي كانوا في لجنه التتبع بحضور الداخليه والجامعه المسؤول والجامعه الحضاريه اللي كيراسها عمر الجيره. طلب من الشركه انها تبعث له واحد الرساله كطلب انها تستخدم حافلات مستعمله باش نغطيو هذا الخاص. المشكل اللي كاين، كاين مشكل سياسي محض الدرجه الاولى، كلشي باغي ياكل مع الشركه المجلس. هاد 80 حافله السنه الثانيه، السنه الثالثه في البرنامج دايرين 130 حافله. 130 حافله على شحال عدد الخطوط؟ على 37 خط. معنا حاليا اننا نشتغلوا في 24 خط، يعني 13 خط. اشنو هي؟ فيها خمسه اللي هما خارج المدار الحضاري بني دراع، 9 كيلومتر الحدود، لا الرونكو تاع لوتوروت، جبل الحبره، والونكولوجي تاع المزوانيه. هاد الخمسة الخطوط عدد الحافلات ديالها 13. 8 هاد الخطوط اللي هي البي دي داخل المدار الحضاري العدد الحافلات ديالها 26 حافلة. واش انا عاطيني 130 حافلة نجيبها على 37 خط؟ ولكن هاد الخطوط اللي على برا سي عمر، هاد الخطوط اللي على برا شحال راحنا مخدمين فيهم حافلة؟ فيها زوج.